بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم دكتور بسام الشراونة، استشاري أنف وأذن وحنجرة. وباء الكورونا حديث الساعة، وهذا الوباء الطارئ الذي تسبب بتوقف عصب الحياة والعمل في كافة أنحاء المعمورة بسبب سرعة انتشاره وبسبب آثاره المدمرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعملي. ولأهمية هذا الموضوع، وبدعم من شركة عمان للصناعات الدوائية، ارتأينا باستضافة نخبة من الزملاء الأطباء والصيادلة في الأردن للحديث عن تداعيات أزمة كورونا الواقع والمستقبل. لمواجهة هذه الأزمة التي تعرض لها بلدنا الأردن الحبيب، كانت هنالك عدة شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتصب كلها في حماية المواطن والوطن من هذا المرض، عن دور القطاع الطبي الخاص والاستعدادات لمكافحة مرض الكورونا. يحدثنا الدكتور محمود المطالقة. يعتبر القطاع الطبي الخاص ممثلا بالمستشفيات الخاصة والعيادات الطبية من أهم القطاعات الصحية في المملكة، حيث تقدم الرعاية الصحية لعدد لا بأس به من المواطنين، وتعتبر عنصر استقطاب للسياحة العلاجية لما لها من سمعة طيبة على المستوى المنطقة. نظرا لمرور الأردن والعالم بجائحة كورونا، فإننا نؤكد وقوف القطاع الخاص مع وزارة الصحة وكافة المؤسسات الحكومية المعنية الأخرى في إجراءاتها لمكافحة هذا الوباء، كما نجدد استعداد القطاع الخاص لتلبية أي متطلبات طارئة تعينها في مواجهة هذا المرض وتبعاته. نشيد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان ديمومة سير العمل في المستشفيات الخاصة في ظل حظر التجول المفروض في جميع أنحاء المملكة، مما في ذلك من تسهيل لوصول الكوادر الطبية والصحية والإدارية إلى تلك المستشفيات. في مثل هذه الظروف، فإن جميع القطاعات الصحية تصبح جسماً واحداً تحت تصرف وزارة الصحة، فالمستشفيات الخاصة بإمكانياتها الكبيرة ومن ضمنها 460 غرفة عناية مركزة وأكثر من 100 سيارة إسعاف و350 جهاز تنفس صناعي وأكثر من 150 غرفة عزل، كما بادرت المستشفيات الخاصة بإطلاق حملة للكوادر الصحية العامة بها، حيث يعمل أكثر من 5000 ممرض للتطوع لغايات دعم وأسناد كوادر وزارة الصحة، وهي تتكون من ممرضين وأطباء تخدير وعناية مركزة، وهم على أهبة الاستعداد للقيام بواجبهم تجاه الوطن. ولتعويض النقص في بنك الدم، بادرت المستشفيات الخاصة برفض البنك المتطوعين من كوادرها لتعويض النقص وتعزيز المخزون الاستراتيجي للبنك. ونظرا لهذه الظروف، فقد اقتصر عمل المستشفيات الخاصة على الحالات الطارئة لتكون على أهبة الاستعداد للمساعدة إذا طلب منها ذلك، فقد قامت بإلغاء كافة العمليات الغير طارئة وأغلقت عيادات الاختصاص، واقتصر العمل بالحد الأدنى للموظفين لإدامة العمل. كما تقوم المستشفيات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة العدوى والحد من انتشارها، حيث زودت كوادرها بكل ما هو مطلوب لحمايتهم، وزودت كافة أقسام المستشفى بمواد معقمة للأيدي لاستخدام المراجعين والكادر، وعملت على عدم تجمهر المرضى في غرف الإسعاف مع المحافظة على مسافات آمنة بينهم. كما تقوم المستشفيات بتعقيم كافة المرافق بالتعاون مع الأمانة والبلديات بشكل يومي للسيطرة على هذا المرض والحد من انتشار. تتبع المستشفيات الخاصة التعليمات الواردة من وزارة الصحة بالتعامل اليومي مع المرضى حسب التالي: إذا كان المريض يعاني من ارتفاع في حرارة الجسم مع ألم في الحلق وضيق في التنفس والسعال، أو تم تشخيصه على أنه التهاب رئوي، فيطلب له فحص الكورونا من خلال إرسال العينات أو الاتصال مع مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة أو إرسال العينات إلى المستشفيات المعتمدة في القطاع الخاص. إذا تبين أن المريض مصاب بفيروس كورونا، يتم تحويله إلى المستشفيات المعتمدة بوزارة الصحة، وذلك بعد التنسيق المسبق مع المستشفى المحول له. أما إذا كانت النتيجة سلبية، فيتعامل معه كأي مريض عادي ويدخل في المستشفى الخاص ويعالج من قبل الطبيب المشرف، رحم الله الأردن والجميع.